السلام عليكم، صباح الخير. جاني سؤال في أحد التواصل أو وسائل التواصل الاجتماعي، يقول كيف كمهندس إني أصير غني؟ وحقيقة يعني يقصد إنه يكون ثري، يعني عنده مادة يكسب من التخصص سواء كان كهرباء أو غيره. كنت قبل أيام أسمع لكتاب صوتي لروبرت أثين اسمه دايوكسي، ما أنا متأكد من الاسم، اسمه Second Chances أو الفرص الثانية، ويتكلم عن الفرص الثانية في الحياة في أي مجال سواء كان العلمي أو الاجتماعي، الوظيفة، التخصص، أي شيء. فسألوا أحد، هو كان يعني راح للأوبرا الأمريكية وقدم بريزنتيشن أو عرض عن تجربته في الثراء، وكيف إنه يتكلم عن الكاش فلو وكيف التدفقات المالية وكيف تحصل على الفلوس وكيف تسوي ميزانية في البيت. بس ما هو هذا، سألوا الصحفي قال له هل الأوبرا جيتك للأوبرا حتخليك غني؟ فهو قال له أنا قبل ما أجي الأوبرا أصلاً أنا كنت غني. فهو استغرب، هو ذيك الأيام ما كان غني فعلاً، بس قال له أنا كنت غني لأني أملك المعرفة اللي ما هي عند الكثير. فباختصار، إذا كنت تبغى تكون غني في أي في الحياة في أي تخصص، كن غني بمعرفة هذا التخصص بشكل جيد. يعني شوف الآن الناس تبحث دائماً عن أصحاب المعرفة ومستعدة أنها تدفع لهم عشان يتعلموا منهم. فأنت إذا طورت نفسك في جزئية معينة أو في مجال معين سواء كان في تخصصك أو في مهارة أنت تحبها، مع الوقت أنت راح تصبح غني. ليس بمعنى أنه قد مبدئيا ما هتكون غني بالفلوس، بس هتكون غني بالمعرفة. هذه المعرفة هتكون ما يملكها إلا أنت، أو على الأقل أنت أحد روادها، وبالتالي هتؤدي إلى سبب غناء مادي ربما إذا استخدمتها بشكل حكيم. شكرا لك.